يسر قناة مجموعة خبراء التقنية على يوتيوب أن تقدم لكم سلسلة شروحات برنامج جولد ويف لفن الهندسة الصوتية على الكمبيوتر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة للجميع. يسرني أن أستكمل معكم سلسلة شروحات الجولد ويف، وها نحن وصلنا إلى الدرس الرابع من هذه السلسلة. في هذا الدرس سوف نتعرف على طريقة إزالة الصوت البشري من مقطع معين، وكذلك سوف نتعرف على طريقة إزالة مناطق الصمت في المقطع، وطريقة إضافة مناطق صامتة في المقطع. كل هذا راح نتعرف عليه بعد قليل بإذن الله تعالى. أولا دعونا ندخل إلى الجولد ويف. جولد ويف 23 من 30. هذا هو إنتر لفتح البرنامج. جولد ويف. طبعا الطريقة هذه أو خاصية إزالة الصوت البشري من المقاطع هي يعني في الجولد ويف لا تؤدي أداء جيد. في الجولد ويف لا تؤدي أداء جيد، فلكن يعني هي تقوم ب يعني إزالة شيء من الصوت البشري، شيء بسيط، أو يعني تقوم بمحاولة إزالة الصوت البشري مثلا من نشيد أو حاجة. وهي طبعا لا تزيل المؤثرات، يعني مثلا لو أزلنا الصوت البشري من مقطع نشيد معين وهذا المقطع فيه صدى، راح يظل الصدى موجود لكن المقطع قدر الإمكان راح ينزل. طبعا أول شيء بنضيف مقطع واحد، بنحاول إزالة منه إزالة الصوت البشري. طبعا أنا بختار بعناية المقطع اللي ما فيه الصدى، طبعا هو بيحاول قدر الإمكان إنه يزيل الصوت البشري. طبعا نحن نعرف طريقة إضافة المقاطع، كنترول O للفتح، نضغط Shift Tab مرتين للذهاب إلى يعني لتصفح المقاطع. الحين أنا أضفت مقطع لسرعة يعني الوقت، توقفت التسجيل ورجعت من جديد. الحين بنعرف طريقة إزالة الصوت البشري من هذا المقطع. بالحمد نبدأ كل فعل طيب ثم الصلاة على ابن عبد. هذا المقطع بنبغى نزيل منه المنشد، فبنشوف الحين الطريقة. في عندنا طريقتين لإزالة الصوت البشري. عندنا الطريقة الأولى في خاصية موجودة في يعني موجودة اسمها vocal removal، وهي خاصة يعني متخصصة بإزالة الصوت البشري. والطريقة الثانية عن طريق خاصية إزالة الضوضاء اللي تعرفنا عليها. نحن نعرف أن خاصية إزالة الضوضاء فيها عدة تأثيرات جاهزة، من ضمن التأثيرات في تأثير خاص بإزالة الصوت البشري. نحن بنتعرف على الطريقتين كلنا على حدة. أولا قبل كل شيء لازم نحدد عن المقطع، نضغط Ctrl A للتحديد، تحديد كل العناصر. تمام. بعدين نضغط Alt ونروح لقائمة Effect، نسمي مين مرتين Effect قائمة، ننزل بالسهم أو نطلع بالسهم إلى خيار Stereo Volume Voice Time Stereo Stereo بعدين ندور على خيار Reduce Vocals. هذا الخيار عبارة عن محاورة كذلك أو نافذة فيها
كذلك فيها تأثيرات جاهزة والتعامل معها مثل أي تأثيرات جاهزة أخرى. نبغى نسمع نضغط F4 نتنقل بين التأثيرات الجاهزة بالأسهم، نضغط عليها Enter. Reduce vocals. طبعا ما نغير فيه شيء هنا، إذا بغينا نزيل الصوت البشري كاملا فما نغير شيء، نضغط Enter مباشرة. إذا بغينا نزيل طبقة من الصوت البشري فعندنا هنا خيارات. نحن بنسمع للخيارات، أول خيار هو Default. Default. نسمع للديفولت. Full stereo. Error. محاولة. Cannot start play. Reduce. بالحمد نبدأ كل فعل. Reduce vocals with extra. Simple band stop. Simple cancellation. طبعا هذه هي التأثيرات، أنا تحركت بينها وسمعتكم الفرق بينها. طبعا إذا بغينا نختار واحد منهم، طبعا الديفولت هو يزيل كل الضوضاء، نضغط انتر ويتم إزالة كل الضوضاء، أقصد الصوت البشري وإبقاء النغمة مثلا. لكن مثل ما سمعتوا الآلية هذه يعني قد تحدث شيء من التشويش على الصوت في بعض المقاطع، يعتمد على المقطع. في بعض المقاطع يتم إزالة الصوت البشري كاملا، لا يبقى إلا أثر بسيط منه، وفي بعض المقاطع يبقى شيء من الصوت يعني موجود. في الطريقة الثانية اللي ذكرتكم إياها عن طريق فلتر إزالة الضوضاء، نضغط Alt File Effect. نروح Effect وننزل بالسهم، طبعا لازم تكون محددين المقطع Control A، بعدين ننزل Compressor Filter قائمة فرق Filter، بعدين نروح إلى Silence Pop Click Paramet Noise Reduction Noise Reduction، نضغط Enter قطعت خل Noise Reduction. هنا عندنا التأثيرات الموجودة في Noise Reduction، ننزل بالسهم Warning طبعا يجينا هذا Warning، نضغط عليه Enter ننزل Default Frequency Peak Limiter ناقص 60 dB، هذا هو، نضغط عليه. أزال شوية لكن أبقى أثر كبير للمقطع. فهذا بالنسبة لإضافة أو إزالة الصوت البشري من المقاطع. أما بالنسبة للمناطق الصامتة وما يتعلق بها من إضافة وإزالة، فعندنا الحين بنتعرف على طريقة إضافة المناطق صامتة. طبعا الغرض من إضافة مناطق صامتة مثلا كمثال، لو كان في عندنا متحدث معين تكلم بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع، يعني بصفة متواصلة، فنحن مثلا نبغى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي صمت، أهلا وسهلا بالجميع صمت كذا. أو توجد أغراض أخرى، مثلا نضيف منطقة صامتة لإضافة عليها مثلا تأثيرات معينة أو لأي سبب. نحن الحين عندنا مقطع يعني شعري، بنضيف له يعني منطقة صامتة يعني من باب التجربة. بنشغل المقطع أولا، بنسمع المقطع. أذن بعينيك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار، كأن عيني. فأنا بغيت أزيد هنا مقطع في بعد نقطة معينة ينضاف جزء صامت في المقطع هذا، فبشغل المقطع الحين. قدم بعينيك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار. أنا هنا باغي يكون في صمت،
طبعا الصمت لا يؤثر على المقطع، لا يصمت جزء من المقطع، لا بل يضيف جزء صامت من عنده. فالحين نحن بنضغط على حرف الجيم start 12.4 عند النقطة اللي نريد انضاف فيها جزء صامت، بعدين نضغط alt file، وهذه المرة نروح إلى قائمة edit سهم واحد، سهم يمين واحد edit قائمة، ونروح إلى copy paste control paste edit paste new mix crossfade overwrite replace delete auto trim control mute e نروح إلى حاجة اسمها insert silent insert silence insert silence نضغط enter insert silence محاورة duration s صندوق خيارات مغلقة 0.5000 محدد. هنا يعطينا المدة اللي نبغاها، هذه مدة الصمت كم، 5 ثواني أو 0.1 0.5 نص ثانية 1.0 صفر ثانية ثانية واحدة 2.0 2.0 ثانية 3.0 على حسب اللي نريد. مثلا بنختار 0.1 0.5 مثلا، هذا على حسب رغبة مهندس الصوت. نضغط انتر gold wave خلاص كده تنفذ تمت إضافة المنطقة الصامتة في المقطع. بنسمع الحين قدم بعينيك أم بالعين عوار أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار كأن عيني لذكراه إذا خاطرت فيض يسيل على الخدين مدرار تبكي. فهنا انضاف جزء صامت ما فيه شيء في المقطع على اختيارنا. الحين أن هذا الجزء الصامت موجود، وفي قد تكون هنالك أجزاء صامتة أخرى موجودة من المقطع ذاته، يعني من أول. فكيف نزيل هذه الأجزاء الصامتة؟ مثلا في محاضر يتكلم وبعد فترة يعني أخذ فترة صمت طويلة، يمكن 5 دقائق حاجة من يعني صمت، ونبغى نزيل هذا الصمت أو نحوله إلى صمت أقصر. مثلا إذا سكت 5 دقائق يتحول هذا الصمت إلى مثلا صمت ثانيتين مثلا، هكذا يعني. نحن الحين بنحدد المقطع كامل تحديد كل ونروح. قبل ذلك أنا حاب أخبركم أني أضفت من نفس المقطع الشعري هذا مناطق صامتة من عندي، لأنه هو يعني ما في مناطق صامتة. فالحين بنسمع المقطع مع مناطق الصمت اللي فيه تحديد قدم بعينيك أم بالعين عوار أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار كأن عيني لذكراه إذا خاطرت فيض يسيل على الخدين مدرار تبكي لصخر هي العبر وقد والهت ودونه من جديد الترب أستار تبكي خناس. فلاحظوا المناطق الصامتة اللي انضافت، أول مقطع أول جزء صامت هذا انضفناه أثناء الشرح، والجزء الثاني يعني أضفته هذا نفسي من غير الشرح. الحين نحدد المقطع تحديد نروح Alt Effect بعدين نروح إلى قائمة Effect وننزل بالسهم Dynamics Echo Compressor Planger Filter قائمة فرعية F قائمة فرعية اسمها Filter Bass Stop Noise Reduction Parameter Pop Clip Silence Reduction Silence Reduction نضغط عليها Silence Reduction. هنا عندنا تأثيرات كثيرة جدا. في عندنا تأثير Default هذا يزيل لا يزيل الضوضاء Eliminate while silences أو أقصد يعني لا يزيل المناطق الصامتة. هذا التأثير اللي سمعته الحين Eliminate while silences Eliminate all silences
في السايلنس، هذا يزيل كل الضوضاء أو كل المناطق الصامتة. يعني مثلا السلام عليكم، يعني يزيلها نهائيا، ما يكون هناك مقطع صامت نهائيا، يعني حتى يكون الكلام متتابع. مثلا السلام عليكم، كيف السلام عليكم، كيف الحال، السلام عليكم، كيف الحال، تحم مع بعض. هذه بنسمعها الحين، نسمع أذن بعينيك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار. كأن عيني لذكراه إذا خاطرت، فيض يسيل على الخدين مدرار. تبكي لصخر هي العبر وقد والهت ودونه مسافة. هذا التأثير أزال الصمت كاملا. فمثل ما لاحظتوا الصمت، المناطق الصامتة اللي سويناها كلهن انزالا، ما بقى شيء منها. وهنا في تأثيرات كثيرة. Reduce silences 50. Reduce silences 50. محدد. أنا reduce silences 50، تقليل الصمت إلى النصف. تمام؟ مثلا إذا كان الثانية تكون نصف ثانية وهكذا. Reduce silences to half a second. Reduce silences. وهذه انقاص كل مناطق الصمت إلى نصف ثانية. يعني ولو كانت مثلا دقيقة بتكون نصف ثانية. مثلا لو سكت أنا في الشرح دقيقة، راح تتحول هذه السكتة إلى نصف ثانية فقط. Shorten silences longer than 5 seconds. Shorten silences longer than 5 seconds. محدد. هذا تحول الصمت إلى يسار. S-A-R. هذه تحول الصمت إلى 5 دقائق. Shorten silences longer than 5 seconds. هذه أحد هذه كل التأثيرات الموجودة في ال في ال reduce silence. طبعا بإمكان نعدل على التأثيرات هذه. Silence reduction 5.4. إذا ضغطنا على tab وشفت tab. لكن اللي يعنينا نحن هذه presets، لأنها هي تساعد بشكل كبير على إتمام العمليات. هكذا يا إخواننا نكون قد أنهينا الشرح اليوم، على أمل أن نلقاكم في شرح آخر. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.